بحضراتكم مرة تانية في الماتش. في لاعبين كتير أوي مصريين موجودين في الخارج بيحملوا الجنسية المصرية وجنسيات أوروبية أخرى. أحد هؤلاء اللاعبين هو لاعب مصري سويدي اسمه أحمد بنا. هو حاليا بعد ما أنهى تعاقده أو انتهى التعاقد بتاعه الحالي مع فريقه السويدي فريق أوسترز اللي كان معار منه إلى فريق يفلا في دوري الدرجة الثانية في السويد، قرر انه يكتفي بالمرحله دي وهيرجع على مصر مع تلقي لبعض الاهتمامات من الانديه المصريه. فقلنا بما انه هو موجود في مصر دلوقتي نتكلم معاه عن النظره اللي موجوده للاعبين المصريين واللي بيحملوا جنسيات اخرى ايضا من جانب المهتمين بالكره المصريه. احمد بنا، اهلا وسهلا بيك، مبسوط بوجودك معايا. عارف انك بتكلم عربي بشويه وانجليزي شويه، فاهلا بيك. ايوه كويس، شكرا. منور، مبسوطين بوجودك معانا. أنا ليا كل الشرف أن أكون هنا، من الجيد أن أكون هنا. كلمني، بدأت إزاي؟ إزاي أحمد بدأ في السويد؟ إمتى بدأت لعب كورة؟ ومراحلك لحد ما وصلت لسن 22 دلوقتي أعتقد. بدأت لعب كرة القدم عندما كنت صغيرا للغاية، أعتقد أني كنت في 4 أو 5 سنوات، وعندما اكتشفت هذه الرياضة الرائعة بدأت ألعب مع زملائي، وبعد ذلك بدأت ألعب مع الفرق. وأعتقد أن أهم خطوة في حياتي هي عندما انضممت إلى يوجودا كفريق للشباب. كنت عندي 10 سنوات عندما بدأت أن ألعب هناك، وبقيت هناك حتى 18، وهذه السنين حددت من شكلي كلاعب كرة قدم وكإنسان وكشخص أيضا. وبعد ذلك لعبت في دوري الدرجة الثانية في السويد، والآن أنا هنا اليوم. لعبت في منتخب السويد بالفعل تحت 18 سنة، خضت بعض المباريات مع المنتخب. كلمني عن تجربتك، كانت عاملة ازاي مع منتخب السويد؟ لقد كانت خبرة جيدة للغاية بالنسبة لي، لأني لأول مرة لعبت ضد لاعبين من دول أخرى، لاعبين جيدين للغاية، المباريات صعبة وكبيرة على مستوى احترافي كبير على الرغم من سننا الصغير، وهي خبرة كبيرة للغاية لي. بمتابعتي لماتشاتك اللي انت لعبتها مع منتخب السويد، لقيت انك في نفس فريق كولوسوفسكي لاعب توتنهام هوتسبير الحالي، كنتوا في فريق واحد، انتوا جيل واحد بالفعل، فهو ابرز من اللعيبه اللي شفتها موجودين معاك في الجيل ده. كلمني عن كولوسوفسكي بما انه هو مهاجم وانت جناح، ففي تواصل كتير جوه ارض الملعب بينكم. حاليا نحن لا نتحدث كثيرا مع بعضنا البعض كأصدقاء، لكن عندما كنا أصغر كنا نلعب مع بعضنا البعض في الفريق الوطني، وكنا نلعب في الفريق الذي يمثل مدينتنا في الدولة. عندما كنا أصغر كنا نلعب مع بعضنا البعض وضد بعضنا البعض، لأننا كنا في نفس المنتخب ولكن في أندية مختلفة. كنا أصدقاء ولكن الآن لسنا أصدقاء بهذا الشكل. شفتك بتلعب في مراكز مختلفة، جناح أيمن، جناح أيسر، أحيانا تحت المهاجم كبلاي ميكر، أي المراكز بتفضلها؟ بتلعب بيمينك أعتقد أنت كمان. قدمي القوية هي اليمنى، وأنا لكني أسدد باليسرى بشكل أفضل أيضا. أي المراكز تفضلها، جناح أيمن أم جناح أيسر؟ رايت وينجر ولا ليفت وينجر؟ ولكني لعبت في المنتصف كرقم 8 ورقم 10 ايضا. ليه قررت انك عايز ترجع على مصر، عايز تسيب السويد وتنتقل الى مصر؟ لقد كان حلما كبيرا بالنسبة لي عندما منذ أن كنت طفلا صغيرا، ليس فقط في كرة القدم. نعم أنا ألعب كرة القدم كوظيفة، ولكني أنا أحب هذه البلد، فإن ولدي من هنا وهذه هي بلدي، وأنا أعتبرها بلدي الأم، وعائلتي تعيش هنا، ولذلك كان لدي هذا الحلم أن أعود مرة أخرى وأعيش هنا ونتحدث العربية بطلاقة وألعب كرة القدم هنا للفرق، وأتمنى أيضا للمنتخب الوطني أيضا. تطمح انك تنضم لمنتخب مصر في وقت من الاوقات، في منافسه كبيره قوي ما بين اللاعبين على الانضمام للمنتخب، بتشوف ازاي حظوظك في انك تثبت في وقت من الاوقات احقيتك بالانضمام لمنتخب مصر احمد؟
كيف how can you prove yourself as a footballer for the national the Egyptian نفسك national team. هنا وألعب هنا في نادي في الدوري الدرجة الأولى أو الدوري الممتاز وأثبت نفسي في الدوري أولا وإن قمت بعمل جيد في الدوري سأخطو الخطوة القادمة وأصل إلى المنتخب الوطني. متابع الدوري المصري؟ Yes, I started this year watching some games. وأن أتابع هذا العام. هل حصل أي تواصل من الأندية المصرية معك؟ نعم كان هناك اتصالات. من أي أندية؟ أستطيع أن أخبرك الأسماء الآن لأنك تعرف أن هناك محادثات بيننا وبين النوادي ولذلك سوف أحتفظ بالاسم. لكن هل نتوقع أنك تكون موجود في أي نادي مصري في شهر يناير في موسم الانتقالات الشتوي القادم؟ أنا أتمنى ذلك، نعم أتمنى ذلك. في تواصل بيتم مع أندية لتنضم في يناير. نعم أندية نعم. قمة. هذا سر كبير. إيه الأندية اللي عجبتك من خلال متابعتك للدوري المصري بتقول في خلال سنة عدت؟ إيه الأندية اللي عجبتك؟ Which team did you like in the Egyptian league? I think Al Ahly played good. Al Ahly لعب بشكل جيد للغاية وبيراميدز في قمة الجدول ورأيت بعض الألعاب المباريات التي قاموا بلعبها وزد أيضا لديه العديد من اللاعبين رغم أنه فريق جديد وهناك العديد من الفرق التي تلعب بشكل جيد. معروف في مصر دايما أنه أهم ناديين على مستوى التاريخ والألقاب والمنافسة الأهلي والزمالك. دايما الناس بتسأل أي واحد مصري بتسأله أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ فكمصري لكن مصري سويدي عايش طول عمره في السويد أنت أهلاوي أو زملكاوي؟ الفريقين جيدين للغاية وقلت أن لدي عائلة هنا فبعض عائلتي أهلاوية وبعضهم زملكاوية فهم فريقين جيدين للغاية. من خلال متابعتك أي الفريقين تفضل لتلعب؟ الله أعلم الله أعلم الله أعلم الأمر منوط بالله. أنت جناح زي ما قدامنا في الفيديوهات بتصنع you make assists and you score goals بتسجل وبتصنع كمان. كلمني عن أدوارك في الملعب، إيه المميزات اللي بيرى أحمد بنا إن هي متوفرة فيه؟ لدي العديد من المميزات كلاعب لأني مرن للغاية أستطيع أن ألعب في مراكز متعددة وأنا أقول أني خطير في الثلث الأخير في صندوق الخصم سواء في التسديد أو صنع الألعاب. الكرات الثابتة كمان متميز فيها أحمد بونا، طبعا هو اللي معاه الكرة دلوقتي في الفيديو ده هو أحمد بونا. دريبلينج as well. طيب مين من اللاعبين هو مثلك الأعلى سواء من المصريين بما أنك متابع أو من اللاعبين العالميين أحمد؟ منذ أن كنت طفلا صغيرا كان مثلي الأعلى هو إيدن هازارد ولكن الآن هو معتزل وأنا أنظر إلى لاعبون آخرين وبكل تأكيد محمد صلاح وكفرتسخاليا من نابولي. نعم إيدن هازارد طول عمره برضو لاعبي المفضل، أنا كمان أنا مشجع لتشيلسي فإيدن هازارد أحد نجومي المفضلين بشكل عام. إيدن هازارد is my favorite player. أنا كمان. أنت هل ليك فريق مفضل نفسك تلعب فيه في يوم من الأيام في العالم؟ عندما كنت صغيرا فكان فريقي هو تشيلسي ولذلك كنت أحب إيدن هازارد عندما أتى في 2011 أو 2012 وعندما كبرت بدأت أن أدعم فريقا واحدا فقط ولكني أشجع كل الفرق الكبرى مثلا في إنجلترا مانشستر سيتي مانشستر يونايتد او في ايطاليا مثل نابولي انتر ميلان اي سي ميلان. في 2021 حصدت جائزه افضل لاعب على مستوى الموسم اعتقد. كلمني عن ذكرياتك مع هذه الجائزه.
لقد كان موسما جيدا للغاية بالنسبة لي لأني أحرزت العديد من الأهداف وصنعت الكثير من الفرص وكنت لاعبا أساسيا في فريقي وكانت سنة جيدة للغاية ولذلك حصلت على جائزة أفضل لاعب في هذا العام. كان معنا متابع عمر مرموش، هو جناح أيسر منتخب مصر حاليا، قبل رحلة التوهج كان موجود في ألمانيا، بس قبل رحلة التوهج كان موجود معنا هنا في الاستوديو وبعدها انطلقته وأصبحت أكبر وأكبر. إلى أين تطمح أنت كأحمد أن تصل كلاعب كبروفيشنال في الكرة بشكل عام؟ أود أن أصل إلى أقصى ما يمكنني ولذلك أعمل بجد وأتمرن بجد كل يوم حتى أصل إلى القمة. ما هي قمتي؟ الله فقط يعرفها. تابعت مشوار الأهلي امبارح أو بداية الأهلي امبارح في كأس العالم للأندية؟ يس نعم شاهدت المباراة مع أختي وعمي. نعم شاهدت المباراة. كيف رأيت الفوز بالنسبة للأهلي؟ كيف رأيت المباراة؟ الأهلي لعب بشكل رائع للغاية، كان مباراة صعبة في البداية وكان يمكن أن يكسب بها أي الطرفين، ولكن أنا سعيد للغاية ومتأثر للغاية بمستوى الأهلي. بالعودة إلى المنتخبات أحمد، دايما اللاعب اللي بيحمل جنسيتين وانت ليك تجربه مع المنتخب السويدي في مرحله عمريه ما، بيجي عند مرحله معينه بيختار اللاعب مع المنتخب او اللاعب مع منتخب اخر. انت واخد قرار انك اذا حصلت تلعب في منتخب مصر ولا لسه الموضوع مش مختار؟ بكل تأكيد الأمر ليس واضحا لأنه لم يصل إلي عرضا، ولكن إن وصل إلي العرض إذا كنت سأختار هذا أم ذاك وسوف يجب علي اتخاذ القرار، ولكن الآن الأمر حلم بالنسبة لي أن ألعب في منتخب وطني سواء للسويد أو مصر، ولكني أود أن ألعب للمنتخب المصري. مين المدربين اللي أثروا في مسيرتك؟ المدربين الذين أثروا في مسيرتهم كثيرون، معظمهم في السويد لأني لعبت في السويد بكل التأكيد. كان لدي مدرب في فريق الشباب أثر علي بشكل كبير وساعدني، وليس فقط كلاعب كرة قدم ولكن كإنسان وساعد في تكوين شخصيتي. وأحد مدربيني سيرجاتو فيتشيستك هو أحد المدربين الجيدين للغاية وساعدني للغاية. لدي العديد من المدربين الجيدين في مسيرتي. أكتر من مدرب مصري للمنتخبات اتكلم على أنه بيتابع اللاعبين اللي معهم جنسيتين، جنسية مصرية وجنسية أخرى. هل حصل في أي وقت أنه حصل تواصل معك؟ نعم أعتقد كان هناك اتصالات خلال الأعوام من 3 أو 4 سنوات، كان لدي اتصالات مع العديد من ممثلين من مصر من الفريق الوطني والأندية المصرية أيضا، فأنا كنت على اتصال معهم. لكن ما حصلش أنك انضميت في أي وقت من الأوقات لأي معسكر من المنتخبات؟ لا لا، كان قريبا، كنت قريبا من الانضمام. كمنتخب أي مرحلة عمرية أي سن؟ أعتقد كنت في 18 أو 19، وأعتقد كان هذا في لفريق تحت 23 عاما قبل الأولمبيات، أعتقد أنها كانت في 2018 2019، وتواصلوا معي وقالوا لي سوف يكون هناك معسكر للاعبين مثلك ذوي الجنسية المزدوجة، وقلت نعم أود أن أذهب. ولكن خلال هذا الوقت كان لدينا الموسم في السويد ومدربي قال لا نحن نحتاجك هنا لأننا نلعب خلال الموسم، ولم يكن هذا التوقف الدولي، فهذا ما حدث. قبل الختام أحمد بنا، قول رسالة عن طموح أحمد بنا بما تستطيع أن تقول بالعربي عن اللاعب أحمد بنا، ممكن يرجع لها بعد سنوات يتكلم عنها. Yes. بالعربي. ماستر أم الدنيا. And I come here and I come here and play. أريد أن أتي هنا وألعب إن شاء الله. وهل في احتمالات توقيع قريبة قريباً؟
حاليا نحن خلال المفاوضات والمحادثة مع الأندية، ولكن أنا لا أعرف. أحمد بنا جناح اليمين واليسار في الدوري الدرجة الثانية فريق أوسترز، واللي بانتهى تعاقده في الأيام الماضية. أنا بشكرك جدا على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق في المرحلة المقبلة، وشكرا على أنك جيت. شكرا. Thank you. نورنا أحمد بنا، ومن قبلي نورنا الكابتن رامي ربيع، وأنتوا كمان نورتونا في حلقتنا النهاردة من الماتش. غدا بإذن الله لقاء جديد في تمام 11 مساء، فحتى نلتقي، تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتفوت. إلى اللقاء.